عندما يمتلئ القلب بالشعور السلبي وخيبات الأمل، يصبح الإنسان مهموماً، يضيق الصدر، ويواجه الأزمات بردود فعل غير محسوبة النتائج. وعندما تمتلئ الجغرافيا اللبنانية باللاجئين، تضيق الأرض على أهل البلد، يصبح الفلسطيني سبب عجز اقتصادي عمره عقود، ويصبح السوري سبب تغيير ديموغرافي حاصل أصلاً. في حلقة جدل هذا الأسبوع نسأل عن العنصرية في المجتمع اللبناني، هل الظاهرة طارئة أم لها أبعادها العميقة؟ أهلا بكم. عندما تتصدر العنصرية في لبنان المركز الثاني عالميا والأول عربيا، يصبح السؤال مشروعا، هل العنصرية ظاهرة جديدة وطارئة على المجتمع اللبناني، أم هي عنصرية تجاه الآخر الغريب بدأت مع اللجوء الفلسطيني واتخذت أشكالا مختلفة وصولا إلى عنصرية تجاه اللاجئين السوريين والعاملات الأجنبيات، وحتى تجاه اللبناني الآخر المختلف في مذهبه وانتمائه الاجتماعي. يشاركني في هذه الحلقة دكتور عزة سليمان، أستاذة جامعية. الرأي الذي يقول إن لبنان بلد عنصري يمثله كل من دكتور ماري أونج نهرة، معالجة نفسية وأستاذة جامعية، وسام طريف، مدير تنفيذي في مؤسسة إنسان، وديالة شحادي، محامية وناشطة حقوقية. أما وجهة النظر التي ترفض تصنيف لبنان بأنه بلد عنصري فيمثلها كل من بي جي تيماني، صحفي وناشط سياسي، دكتور خلود الخطيب، أستاذة جامعية وناشطة حقوقية، وإلي حاوي، ناشط سياسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور عزة، ما هي العنصرية أولا، وكيف تتشكل أو يتشكل المجتمع العنصري والفرد الذي يتسم بالعنصرية؟ العنصرية بشكل أساسي هي شعور عند الجماعة أو عند الفرد بالتميز عن الآخر والفوقية عن الآخر، وتشكل نمط سلوك عنده بشكل أنه يشعر بأنه يتميز وأنه أهم وأنه الآخر له حق يعتد عليه أو له حق يكون حقوقه تختلف. أهمية العنصرية أو لما بنحكي عن موضوع العنصرية هو عدم الشعور بالمساواة وعدم وجود ثقافة المساواة بين الإنسان. فعدم وجود هيدي الثقافة أسسها إذا كانت اجتماعية وتاريخية فهي أيضا أسسها مؤسساتية قانونية. يعني أنا لما ما بكون أنتمي لدولة أشعر من خلالها بالمساواة وأن المواطن يتساوى مع غيره من المواطنين أمام القانون، وأن الدولة تؤمن العدالة في قوانينها، وأن الاعتداء على حقوق الآخرين سيعاقب عليه من خلال قضاء عادل ومستقل، تسود العنصرية، لأنه سيسعى الإنسان إلى تحقيق أمنه الذاتي وإلى تحقيق تميزه من خلال العصبية الاجتماعية، وهذا ما يميز نوعا ما البيئة اللبنانية التي تسعى إلى تحقيق ذاتها من خلال العصبية الطائفية، والتي تزداد وتتشابه أكثر مع المجتمعات البدائية الإنسانية مثل القبائل، حيث كانت تتشكل القبيلة وتشد عصبها وعند رأس القبيلة اللي هو شيخ القبيلة لتحقيق أمنها وخصوصيتها، وكل ما كانت أقوى فهي تتميز عن غيرها. وهذا أيضا نوعا ما في بعد اجتماعي ثقافي، عدم وجود ثقافة العدالة وثقافة الانتماء للدولة وعدم وجود مؤسسات تحمي. الأخطر في الموضوع عندما تسعى المؤسسات تمأسس العنصرية، وهذا أيضا ما بدأنا نلمسه ضمن إطار مؤسسات سواء بلديات ببعض الممارسات أو المؤسسات الخاصة بالتعامل مع الناس. إذن في عوامل اجتماعية مؤسساتية أيضا في إشكالية الهوية الوطنية والنظرة إلى الدولة. نعم، مش فقط النظرة إلى الدولة، الدور الذي تلعبه الدولة ومؤسسات الدولة في يعني أن تعطي للمواطن شعور بالأمان وبالمساواة مع غيره من المواطنين، بحيث أنه لا يلجأ إلى عصبيته لتحقيق أمنه.
ففي عندي معيارين للعنصرية، أو إنه أنا عم بدي اسعى للتميز لتحقيق أمني، أو إنه أنا عندي هالغرور الزايد لأنه أنا معتبر حالي من أصول تختلف فأنا لا أشعر بالمساواة. يعني يمكن وضع اللبناني بخانة الفوقية أم في عندي نوعين دور الدولة؟ عندي نوعين، عندي أساساً في نوع من الفوقية موجودة عند اللبناني وتظهر في العديد من ممارساته، هيدي إلى أبعاد تاريخية وثقافية وغيره، ولكن مع الأحداث السياسية والأمنية وتوالي المشاكل والحروب التي يعني طرأت على لبنان سواء الداخلية أو الخارجية، فالعوامل السياسية بشكل خاص أدت إلى تشدد في العامل الثاني والشعور بالرغبة بالانتماء لعصبيته وبالتالي تميزه عن الآخر. سنتحدث بتفصيل عن الممارسة السياسية من السبعينيات حتى الآن، كيف أثرت على أيضا مفهوم المواطن اللبناني لعلاقته مع الآخر. الأخطر، لأنه كنت عم أقول ما بعرف، الأخطر بالموضوع أنه لما الدولة تمأسس أو مؤسسات الدولة تشرعن الممارسة العنصرية، وهذا ما بدأنا نجده، يعني هاي مرحلة ثالثة من العنصرية اللي هي نوعا ما غير مقبولة. دكتور ماري أونج نهرة، كما ذكر الدكتور عزة، في عوامل اجتماعية تؤدي وسياسية وأيضا دور الدولة، كل هذه العوامل تلعب دورا كبيرا في تكوين مجتمع عنصري، ولكن يبقى السؤال، هل الشعور بالعنصرية هو شعور مكتسب أم أيضا في يعني يأتي عن طريق الفطرة؟ أبدا، حكما هو مكتسب، وهو يكتسب منذ الطفولة. يعني خلينا نكون واضحين بهالإطار لحتى اللي ما حدا يروح على حجج نفسانية. أنا كمعالجة نفسية بقدر أكد لك إنه الطفل لما بيخلق بيخلق ورقة بيضاء، يعني أنت شو بتزرعي براسه بيطلع عنده. بس كنا عم نحكي بالمقدمة عن لبنان، وأنا استفزني الرقم صراحة، يعني لأنه لبنان معروف عن انفتاحه وبلد يعني مضياف وما إلى هنالك. الاستطلاع اللي أجرى موقع إنسايدر مونكي، وهناك استطلاعان، الاستطلاع الأجرى أيضا أجرته واشنطن بوست، سؤال كان حول ما إذا كان اللبناني يمانع مجاورة أشخاص من أعراق أخرى، فكان النسبة 36% لا يرغبون. في سؤال آخر، ما إذا تعرضوا أو شاهدوا موقفا عنصريا، وصلت النسبة إلى 64.5% شاهدوا حوادث عنصرية. هلا فعلا انا بدي اكد على موضوعين. اولا ما حنعمم، يعني ما فينا نحكي عن شعب بكامله لانه في عطول تمييز لما نحكي عن شعوب، ونحن عم نحكي عن العنصريه فما حنوقع بهذا الفخ. الشغله الثانيه اللي مهمه نعرفها انه لبنان قطع بمراحل صعبه كثير من تاريخه، ونحن مش عم نبرر، عم نحلل نفسيا. لما بتطلع من حروب قطعت على شعب بكامله، طبيعي الشعب يكون عنده ردات فعل انفعاليه، ولكن المؤسف والذي فعلا يوجع اليوم انك تكتشف التربية اللي عم نعطيها لأولادنا لما طلعنا من سنين الحرب وصرنا بمرحلة ما بعد الحروب، او اذا بدك الانماء او الاعمار، وقعنا بالفخ اللي هو العنصري. ليش؟ لانه ربينا وبعدنا ما زلنا عم نربي، ونحن بعيادتنا بنشوفهم، يعني ربي اجيال واجيال من الاشخاص اللي عندهم كره للاخر ان كان من طائفه اخرى او من لون مختلف، لانه الشعب اللي بحس باضطهاد او الفئه اللي بتحس باضطهاد او الفرد لما بحس بانعدام العداله اللي ذكرتوها هذيك الساعه عن العداله الاجتماعيه، حكما حيدافع عن حاله، عن هويته، عن كيانه، وبالتالي رح يتعصب اكثر واكثر. نحن عم نحكي عن اسره، لما بنحكي بعلم النفس بدنا نحكي عن التربيه. لما الام عم تربي بطريقه عنصريه، حكما الطفل بده يربى بهالكراهيه الى الاخر. لما عم يربى على الاحقاد، على انه انت المنيح وانت الذكي وانت الشاطر، وهداك ما بتحكي معه لانه من غير منطقه، اوقات مناطقيه حتى، مش فقط دينيه او عرقيه، حتى جنسيه، في جنسيات معينه فيك تحكي معهم لانهم مثقفين وعندهم ابعاد بيوصلوك لمحلات مهمه بالحياه، في جنسيات بدك تتفادى تعاشرهم، وهيدي طبعا بنشوفها يعني بتتكرر اكثر من مره. وكذلك الامر حتى في عنصريه ما بين الرجل والمراه، وما بين الراشد والطفل، ومع المعوق ايضا. يعني نحن ما بدنا بس نلجم العنصريه فقط بانها عرقيه، حتى اليوم بتشوفي الاشخاص الهيلثي اللي مكتملين ومتزنين عقليا وجسديا، تلاقيهم كيف بيتعاطوا مع الاشخاص الغير متزنين. يعني ما عم نحكي عن اشخاص مثلا منخرطين بالمجتمع، حتى في عنصريه بالمهن. يعني اليوم اذا انت عندك ولد ما بتريد ابنك يتزوج مثلا من عامله تنظيف،
بس بيتزوج من طبيبة. يعني عنا عنصرية بالنظرة إلى الآخر وقلة احترام بهالاتجاه هيدا. بيتشي استفزك نتائج هذه الدراسة؟ بتعتبرها أن غير واقعية؟ بصراحة مش النتيجة اللي بتستفزني، بس خليني أوضح شغلة قبل. مني هون لحتى أضحد خبرية أنه في عنصرية ولا ما في عنصرية بالمطلق. عم نجرب نلاقي الإشكالية نحن لهيدا الموضوع لا نعالج مثل ما قالت الدكتورة. الإحصاءات يلي عم تطلع، قبل ما نطلع بنتيجة الإحصاء لازم نفكر مين يلي عم بيقوم بهذا الإحصاء، وين عم بيصير هالإحصاء، مين الأشخاص يلي عم ينتقوا لحتى نعرف إنه بتصير عينات عشوائية. ممكن، ولكن بهيدي الحالة أنا من حقي إني أسأل بهيدا الظرف بالذات، بظرف لبنان في أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري، مين مصلحته يغذي العنصرية وفكرة العنصرية بلبنان؟ ومين والسؤال الأساسي إنه هل لبنان بلد عنصري ولا لا؟ لا، بأكد إنه غير عنصري ولكن مسيس. هلا بكلمة مسيس بنلتقي نحن والإخوة على عدة نقاط، لأنه السياسة هي إدارة شؤون الناس، وبعلم السياسة إدارة شؤون الناس مش بس إذا بدك بالسلطة السياسية، بسلطة الأسرة يمكن كمان مهمة، بالسلطة الدينية كمان مهمة. فمين عم بيأثر بخلق فكرة وتغذية فكرة العنصرية بالبلد؟ هون بيتحملوا المسؤولية. أما هوية لبنان فأكيد منا عنصرية، لأنه إذا بنرجع لتاريخ لبنان ولتنوع لبنان ولحضور لبنان بعالم وبمنطقته، حتى حضور اللبنانية بالمناطق وبالعالم، ما تطبع فكرة إنه لبناني عنصري، على العكس تماما. ويسام؟ لا، أنا بختلف تماما مع صديقنا. نحن بلد عنا مشكل بهويتنا الوطنية، بانتمائنا للدولة. نحن بلد نتفاخر إنه نحن عبارة عن 17 طائفة. قبل ما نبلش تسجيل كنت عم خبرك عن نموذج ضيعة من ضواحي أمستردام اسمه فورنر فير، فيها 30 جنسية وإثنية وأكثر من 20 ديانة، ولكن في انتماء للدولة للمواطن. نحن بلد بيصدر شبابه من أيام ما كنا فينيقيين، من هيديك الأيام نمتاز بأنه ركبنا البحر. نحن ناس بنعلم أولادنا وبنبعتها لتشتغل برا، تبعت مصاري لهذا البلد اللي قائم على منظومة فساد وإفساد لحتى نقدر نستمر نعيش. نحن بلد فتحنا بوابنا للاجئين السوريين وقبلنا الفلسطينيين، عملنا كان في زعمات سياسية بهذا البلد بينتخبوها، نحن ما فرضين حالهم بقوة السلاح، كان له مصالح سياسية لفتح بوابنا ألخ. وبالتالي نحن بلد ما في سؤال إذا نحن بنمارس عنصرية وطبقية وفوقية وتمايز ما بين ابن البقاع وابن بيروت، ما بين ابن المدينة وابن الريف، ما بين اللي ساكن برج البراجي ولا ساكن بالأشرفية، ما بين نحن بلد عنا إشكال باللغة تبعنا، ما بنعرف نقول صباح الخير، يا بنقول بونجور، يا جود مورنينج. حتى بهذا المطرح نحن بنمارس فوقية وعنصرية على بعضنا، حتى اللغة بنطوعها لتعبر عن مكانتنا الاجتماعية عن طبقة معينة على أي مدرسة رحنا إلى آخره. نحن مجتمع قائم بأزمة هوية حقيقية، بتفق مع الدكتورة إنه مؤسسات الدولة بهاي المرحلة عم إنه عنا صراع على الموارد، وقت لدولة هالقد مواردها قليلة، عنا نحن أزمة كهرباء قائمة من 75 أيام الحرب لليوم، نحن بال 2017، ما هيك؟ عنا أزمة عمل، وبالتالي عنا بنصدر شبابنا، الإحصاءات بتقول إنه نسبة الشباب اللاجئين أعلى بكثير من نسبة اللبنانيين، معظم الوظائف عم بتروح للمجتمع اللاجئ وليس للمجتمع المضيف، عم إنه ما عنا شباب، عم إنه العالم عم بتسافر لبدا لتشتغل. بناء على كل هاي المعطيات والأمثلة اللي ذكرتها ما في سؤال إذا نحن عنصريين ولا لا. ذكرت موضوع اللجوء. اللاجئ السوري أو اللاجئ الفلسطيني، بفتكر إنه اللاجئ الفلسطيني ما بياخد من موارد الدولة، بالعكس إنه في كتير لاجئين فلسطينيين أولادهم سافروا، بالعكس عم بيكون في تحويلات مالية، هاي بالنسبة للفلسطيني. بالنسبة للسوريين في منظمات دولية
عم تدفع أموال لحتى تصرف عليهم من خلال المساعدات والمعونات الاجتماعية. ولكن هم يشكلوا أزمة هوية. عبئاً على الدولة. أزمة هوية. لا 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 لا. عفواً. العظيمة أمريكا من كدولة عظيمة بمعنى بقدراتها العسكرية والتكنولوجية وما قدمت من إنتاج بشري لهذه الحضارة، هي الدولة قامت على المهاجرين، قامت على مجتمع من المهاجرين واللاجئين. إذا المجتمع لا يتقبل غير المهاجر أو اللاجئ. طبعا نحن لا نقبل، لا نقبل المختلف، لا نقبل بعضنا. نحن عالم عشنا 15 سنة دبحنا بعضنا على هوياتنا الطائفية واختلافاتنا السياسية. انت قل لك هاي النقطة حروح لعند دكتور خلود. دبحنا بعض على أساس الانتماء الطائفي، ولكن المشكلة مش بالمجتمع، المشكلة بالأداء السياسي. يعني من مارونية سياسية سادت بفترة السبعينيات، بعدين جينا ثنائية شيعية، وبعدين كان في عنا سيطرة بفترة معينة لما كان موجود الرئيس الراحل رفيق الحريري للسنة. فبالتالي كل مرحلة من مراحل تاريخ لبنان كانت مطبوعة بمذهب معين لطائفة معينة. هل هو الأداء السياسي للأحزاب السياسية للرؤساء والقياديين السياسيين هي اللي أدت إلى وصول المجتمع اللبناني لهالنوع من العنصرية اللي تحدث عنها وسام؟ اللي عم يحكيه وسام كتير مهم، إذا يعني ويمكن في جزء كتير منه أنا بوافقه وما فيه، بس أنا ضد التعميم، لأنه نحن لازم نفهم العنصرية ضمن سياق التاريخ المعين والأحداث اللي هي بتفرضها ممكن تنتج سياسات معينة. إيه أنا مع دكتورة عزة أنه في غياب لمؤسسات الدولة يلي عم تعزز ثقافة المواطنة الصحيحة، صح. إيه مزبوط نحن بمرحلة معينة لجأنا لحروب تغطلنا على الهوية، صح، بس ما فينا نعمم لسبب. إذا عممنا نحن منكون عم نضرب الخصوصية اللبنانية يلي قايمة على التعددية والحريات. حتى اليوم ما فيني أنا أقول إنه لبنان نصف الحريات، حتى اليوم ما فيني أقول إنه المجتمع المدني عم يقدر يلعب دور كتير كبير لمواجهة أي سياسات عنصرية. طالما في مكون أساسي من المجتمع اللبناني عم يرفض سياسة العنصرية، طالما ما في مجتمع لبناني عم يتمسك بدور الشباب، طالما ما في مجتمع لبناني عم بيناضل كل يوم باللوبينج بالادفوكسي بالكامبينج، عم يعملها بالطرقات، بانه عم يوهب حياته ووقته لحتى يكرس سياسه المؤسسات وعم بمأسس مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني وعم بحل محل الدوله، معناتها هو رافض للعنصريه. مشان هيك انا ضد انه نحن نفرز هل نحن مجتمع عنصري ام غير عنصري. في سياسات ادت لممارسات عنصريه، صحيح. لبنان صح سجل هذا الرقم العالي، ولكن لبنان استضاف، رغم انه بلد كثير صغير، استضاف 1.5 مليون سائح، سوري طالب لجوء. لو سائح خليني اشوف، خليني اقول طالب لجوء. لحظه، ما نحن كمان نقبل طالب اللجوء اذا كان اقتصادي معين، ولكن قد لا نقبله اذا كان عامل. اوكي، فهيدي سياسات انا عم اقولها، بس انه هل بنشوف هيدي السياسات صارت بكل مؤسسات البلديات اللي عم نحكي عنها؟ لا. طيب احنا نرجع نتابع بموضوع السياسات. ديالا بالنسبه للقوانين، خاصه مثلا قانون العمل، هل كرس العنصرية في لبنان فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين، حق التملك، بالنسبة أيضا لقانون العمل، لأنه صح أنه أقر ولكن لا يتم تنفيذه؟ العنصرية من حيث هي التمييز بين الناس والمواطنين طبعا موجودة بقانون العمل اللبناني. قانون العمل اللبناني يستثني نحو 500,000 شخص مقيم في لبنان من الجنسيات الأجنبية الآسيوية والأفريقية وغيرها، تحديدا عم نحكي عن العمالة المنزلية للأجانب، من قانون العمل. وعم بتكافح منظمة العمل الدولية منذ سنوات في لبنان من أجل أن تخضع هذه الفئة لقانون العمل، ولكن طبعا هذا الأمر مريح للساسة اللبنانيين وقبلهم للمجتمع اللبناني الذي يسعى إلى مزيد من الرفاهية في المنزل بأقل الكلفات الممكنة وبواسطة إثنيات لا تشبههم، وبالتالي لا يشعرون بأن هذه الإثنيات متساوية معنا. فاين، ماشي الحال، يعيش بحياة مختلفة عنا وتنقصها، ينقصها العدل لأنه هن إثنيات مختلفة. نحن بعدنا لهلأ بموضوع هذه الإثنيات تحديدا، نرجع للقوانين. بعد في لبنان أهالينا بميزوا بين كلمة أسود وعبد، بيعتبروا أنه عبد، وعم بحكي عن معرفة من أهالي، هي مصطلح وصفي لإثنية، ما بينتبهوا أنه فيها نوع من شتيمة. عم نحكي عن مرحلة عبودية وكأنها مستمرة في الأذهان بالوقت اللي كلمة أسود بيعتبروا أنه فيها شتيمة، مش كلمة أبيض ولا كلمة أسمر ولا كلمة أصفر ولا كلمة أحمر، كلمة أسود.
وبالتالي قوانيننا طبعا من بين قانون العمل فيها تمييز الفلسطينيين، حوالي نصف مليون فلسطيني يلزم أرباب العمل على أنه ينتسبوا يسجلوهم بالضمان، وإنما هم يخضعون ولا يستفيدون لحجج سياسية بترد كلياتها على العنصرية، سواء عنصرية تجاه الطائفة أو عنصرية تجاه الجنسية أو عنصرية تجاه الإثنية وغير ذلك. أنا بدي أعلق لو سمحتي على موضوع عم نختلف حوله وعم ندور حوله، بعتقد كلنا متفقين عليه، موضوع توصيف لبنان بأنه بلد عنصري. ما حدا بعتقد لما نقول بلد طائفي ما حدا بيختلف على الطاولة، لبنان بلد طائفي بدليل أنه النظام السياسي الطائفي المستمر منذ فجر تأسيس الدولة ما زال مستمرا ومكرسا، برغم وجود مجتمع مدني متميز عم بكافح من أجل تغيير وتحسين هذا النظام، لم ينجح حتى الآن، ولكن المحاولة هي الطريق الأولى نحو النجاح، ولكن النظام السياسي طائفي وبالتالي البلد طائفي. نحن متفقين على أن لبنان هو بلد فاسد، لبنان كمان عم يتقدم أو عم ينحدر بمراتب الفساد سنة وراء سنة، واللبنانيين بينكتوا على الموضوع وما بيزعلوا اللبنانيين بس ينقال هذه دولة فاسدة دولة فساد، وإنما هيدي حقائق، وما بيعتبروا أنه كل شخص في لبنان هو فاسد. ليه بدنا نزعل لما ينقال أنه دولة عنصرية؟ دولة عنصرية مش لأنه 100% من مواطنيها هم عنصريين، ولكنها دولة بقوانينها بمظاهرها الاجتماعية اللي عم بتوثق المجتمع المدني نفسه المتميز اللي نحن جزء منه بعتقد جميعنا على الطاولة. لكن هل يجوز التعميم؟ ينقص لبنان الأنظمة التعليمية والتربوية والقوانين اللي ممكن تحصر هالفئوية اللي عنا، اللي نحن من وقت خلقنا في فئات من حولنا لا تشبهنا وليس لها حقوقنا. الفلسطيني الأسود الإثني ابن الضيعة بينزل عنده حقوقنا، ولكن طالما نحن خلقنا وكبرنا ببلد مسموحة في التمييز ضد بعض الفئات وبالتالي مسموح الفئات الانتماء للوطن، أنا موافقة الانتماء للوطن هو البديل، ولكن حين يكون الوطن مكرس على انتماءات فئوية لها رؤوس وليس رأي، بيبقى أنه نحن بننتمي لأشخاص وبالتالي لمجموعات وبالتالي لعناصر وليس لوطن جامع. إلي بعد كل اللي سمعناه من ديالا والتوصيف، هل يمكن أنه ننكر أنه ما في جزء من المجتمع اللبناني حتى ما نعمم يتسم بالعنصرية؟ قد نتفق على هذه النقطة، بس إذا ممكن أرجع بالشوي للإنترودكشن اللي انعملت بأول الحلقة، لأنه منا رح أرجع أنطلق لآخر تجاوب عن آخر نقطة. بعتقد الكل صار متفق أنه العنصرية هي مجموعة أفكار أو معتقدات بتحسسني بتميز تجاه مجموعة تانية، أنا بنتمي لمجموعة عندي خصائص لإلي بحسها بتميزني. بعتقد اللي عم نختلف عليه، ومرة عم نحكي عن الهوية مرة عم نحكي عن العنصرية ومرة عم نحكي عن حقوق العاملات واللاجئين وكذا، بعتقد اللي عم نختلف عليه هو التمييز العنصري مش العنصرية. يعني إذا أنا كفرد من مجتمع والبيلونجينج هي حاجة، الانتماء هي حاجة، إذا أنا بنتمي لمجموعة يعني أنا بتقاسم مع هذه المجموعة أشياء قواسم مشتركة مينيموم بيني وبينهم، بحس حالي بنتمي لها وهيدي حاجة. إذا بدنا نحكي عن الموضوع السياسي ساعتها هون بنحكي على الهوية وبنحكي على قصة تسييس الهوية وكيف الهوية مش معقول في هوية، يمكن لبنان البلد الوحيد ما بعرف إنه هويته تغيرت كذا مرة، وبعتقد هيدي من بعد كل حرب الهوية عم تتغير ساعة ما تغيرت، بس في اختلاف بين مكونات المجتمع اللبناني على الانتماء. الانتماء شيء والهوية شيء تاني، الهوية هو موضوع علمي، الانتماء موضوع اجتماعي، أنا بنتمي لشغلة اجتماعيا بس أنا هويتي هويتي، والهوية بعتقد مش نحن اللي بنحكي فيها، في ناس في دراسات عن الهوية اللبنانية، وبعتقد شوي أنا أنتمي إلى هذه الحركة اللي بتدافع عن الهوية اللبنانية، بس ما فينا ننكر إنه بسياق تاريخ ما هي الهوية اللبنانية؟ عادة القوميات في إلها كذا مرتكز، وحسب المنهج السياسي اللي بتكون حاطينه المجموعة اللي بدها تسوي إلى القومية المعينة بينقوا بيشيلوا، يعني في أوقات التاريخ أوقات اللغة أوقات لبنان الدين أوقات أمة كذا. بلد ولا قومية؟ طبعا لبنان أمة ولا خصائص يعني، بس بعتقد هذه ما خاصة بالعنصرية، بس أنا بدي أرجع للموضوع الأساسي، إذا كانت العنصرية هي خصائص بتميزني عن غيري وين المشكلة فيها؟ هذا بدك تعليق أمة أم بلد؟ ممكن بس أخذ مداخلة منا لأنه صوفتني هلا. أمة أو شعب، ما فينا نقارن أمة أو بلد، أمة أو شعب هذا السؤال فيكم. لم نصل إلى مرحلة أن نكون أمة، ويمكن حتى لم نصل إلى مرحلة أن نكون شعب ننتمي إلى دولة موحدة.
يا جماعة نحاول ما نهرب، ما نهرب للماضي، وما نحاول نحن أمي ولا نحاول ما نحن شعب، نحن شعب نريد أن نعيش ضمن بلد تحكمه مؤسسات وقوانين. عندنا نكبات عم بتصير من حولنا، من فلسطين إلى سوريا إلى العراق إلى 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 إلى. نعم هذه هول العالم اللي أنا شخصياً بحبهم وبحترمهم وبحاول ما أكون عنصري تجاههم. في كتير لبنانيين منهم عنصريين، بس خلونا يا جماعة نعترف بشيء نحن بسيط بسيط كثير، نحن بلد كثير عنصري، نحن عالم كثير عنصريين تجاه بعضنا وتجاه الغريب. ونحن على فكرة على قد ما عنصريين دونيين، نحن قدام الأمريكاني والفرنساوي والكنداني هيك بننزل لتحت. يعني نتوقف مع فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد، نتابع النقاش حول العنصرية في لبنان، هل هي بالفعل موجودة ويمكن تعميمها أم ممكن أنه يتم تطبيقها وتنسحب على جزء أو فئة من المجتمع اللبناني. سأتابع معك دكتورة بالنسبة لموضوع الهوية والانتماء. إلي قال أنه يعني يتحدث أكثر عن الهوية أكثر من الانتماء، ولكن الانتماء أساسا هو المشكلة. عندما ينكر اللبناني أو جزء من اللبناني أنهم ينتمون إلى محيط عربي مثلا، حتى هناك عدم تغطية لآخر دراسة حصلت بالنسبة للدي أن أي نتائج الحمض النووي اللي كان يؤكد على أنه اللبناني ينتمي إلى الكنعانيين وليس إلى الفينيقيين. كان في تعتيم حتى إعلامي على هذا الموضوع. تفضل. هلأ بما يتعلق بموضوع الهوية وارتباطها بالعنصرية، هيدا بيأكد على الجد يعني محور الخلاف اللي عم يختلفوا بين عليه الزملاء، انه السياسة هي الأساس بشد العصب وتكريس يعني وتكريس العنصرية يعني سياسة تفرق تسد ليضل المتمسك بالسلطة ماسك السلطة وماسك أتباعه. فهي هون النقطة، هيدا بيأكد على مفهوم انه أنا لما برفض انه فئة ترفض وفئة تتمسك، أنا بصر على رفضي وأنا بصر على تمسكي وتستخدم أو لا تستخدم. هيدا دليل على الدور السياسي والإعلامي في بلورة ثقافة المساواة وثقافة الانتماء لهذه الدولة. أصلاً مفهوم الأمة أو الدولة الأمة اختلف فيه نظريات سياسية وبعلم الاجتماع طورت الفكرة، وفي عندي عدة نظريات أنا مش متخصصة فيهم لأحكي فيهم، بس بمفهوم الدولة الحديثة لما تأسست الدولة الحديثة بمفهوم أرض وشعب وسلطة تؤسس على أساس القوانين والدستور والعدالة والمساواة، المفروض أنا أني تخطيت جذوري من وين ومن وين جيت حتى أوصل لنقطة أنه أنا مواطن متساوي مع غير المواطن أمام مؤسسات الدولة. لما هالشعور ما بينوجد ما ممكن تحسي بأنه ملتئمين حول بعضهم بظل هذه الدولة التي تجمع. هون دور السياسي، المنظومة السياسية والنماذج السياسيين التي تخلق ثقافة عند المواطن هي اللي فيها خلل بالتركيبة. هلأ هل اللبناني هون لقيت أنا أنه الحوار أخذ أبعاد، أنه البعد السياسي ما حدا مختلف على البعد السياسي برأيي، لا الفريق الأول ولا الفريق الثاني، بس النقطة الأساس اللي هي عليها اختلاف، هل أنا بطبعي عم بخلق عنصرية؟ هلأ في ثقافة التميز، كل مجتمع يسعى إلى تمييز نفسه وإلى وضع خصوصياته ليشعر بالفخر يمكن، وهذا الشعور أصلاً عند مش هذا تعريف العنصرية بس؟ خصوصية. مش هذا التعريف اللي اعطيناه بأول حلقة للعنصرية؟ لا أنا فإذاً سوء استخدام العنصرية الفوقية هو هي التي بسوء استخدام العنصرية، إذا ضليت إذا أنا حس حالي بنتمي لمجموعة مميزة فكرياً كذا، نحكي شو ما كان، نحكي شعر، أوكي؟ سو انا بنتمي لهذا الموضوع لهذه المجموعه وبحس حالي متميز عن غيري، بس انا اذا ما وظفت هالتميز تأذي غيري تحارب غيري تلغي غيري، فاذا ما في مشكله فالمشكله مش العنصريه، المشكله بالتمييز العنصري. مشان هيك الاستفتاء اوكي هون مش مختلفين، اكيد مختلفين، لانه التمييز العنصري له كذا شكل، له الشكل الفردي الشكل القانوني والشكل المؤسساتي اللي حضرتك طرحتيه بالاول. هاي المشكله مزبوط. طيب اذا نجي منوصف كل اللي حكيناه لحديد هلا، هيدا تمييز عنصري فردي بناء على فعل وردات فعل. يعني اذا بدنا نحكي لبنان بلد طائفي مزبوط ما بنختلف عليها، بس ليه مؤسساته طائفيه؟
القانون الانتخابي تبعه طائفي، النظام التوزيع كله طائفي، فطبيعي يكون لأنه مؤسساتك طائفية أنت بلد طائفي، بس مش إذا في مشاكل فردية بين مجموعات شو ما كان سببها، قالهم حق أو ما قالهم حق فيها، ما بعتقد ما في حدا مع العنف أو مع سوء المعاملة بين حيالله شخصين شو ما كان. هذا لازم تنحط بإطارة ضيق يلي هي تمييز، مش عنصرية، ردة فعل تمييز عنصري على الأزمات بناء على أحداث الدولة ما عرفت تتحلها. طيب التمييز العنصري بهذا البلد يؤدي إلى وفيات، عندك في كل عام حوادث، عشرات الحوادث، كل المجتمعات في قتلى، في عمليات منزليات، في عنا حالات من بعض اللاجئين، في عنا عمليات قتل، في عنا يا جماعة في قتل الجيران بين بعضهم، في خيالية قتل خيو، ما فينا هيك نستخدم الأمور والأخرى. حضرتك عم تحكي عن التمييز والانتماء إلى مجموعة بتقرأ شعر، هذا شيء تاني. نحن عم نحكي في جرائم كراهية، في جرائم مزبوط، يعني بنعممها على بلد إذا خي قتل خيو على ورشة. هل هيدا الواقع؟ طيب خليني تفضل. التلطيف شيء والتوظيف شيء، بس ينحط فيديو لناس عم بيضربوا حدا شو ما كان انتمائه ولاجئ من وين ما كان، طفل مثلا لاجئ بياكل قتلة من هيدا شو عم بتوظفها؟ عم بتوظفها لشيء فردي؟ ما بنحط الفيديو بيكون افضل. طب ما كل يوم في قبيل هيدي قد قد واحد دفش مرته على البلكون، هيدا انحطاط، هذا مش عنصرية. واحد قتل خيو لورشة، هيدا انحطاط، وهيدا انحطاط مستورد، لأنه هيدي مش بحضارتنا. إيه بس المس تقول عبد، مين استعبد؟ أكيد مش من حضارة لبنانية، من وقت تكونه لليوم نحن كان عنا سفن تستعبد ناس وتجيب سوق وسوق نخاسة. ولكن هالمصلح بطل موجود بالعالم. مزبوط، بس هيدا مستورد لعنا عبر الفتوحات يلي فاتوا لعنا. ما فينا نجي نقول لأنه نحن استوردنا شيء عاطل مثل المخدرات، العنصرية اللي استوردناها اللي عم نحكي منها هذا شيء مستورد فايت على اشياء كثير اشياء من هيدول. ما نحن اللي رحنا فيها جبنا السود وبعناهم بجنازة، نحن عم نعملهم بعمليه لانه مستورد فاتت لعنا، فاتت لعنا بالتكنولوجي، بدنا نحارب هيدي الآفة، بس مش يعني بلد بيتحول لعنصري. ما بيتحول البلد لعنصري، البلد بيفرض. بعدين حكينا عن الحروب اللبنانية، بس اخر نقطة، حكينا عن الحروب بلبنان وحكينا عن الحروب الطائفية بعتقد والدينية. انا بعتقد ما في حدا هون ما بيوافقنا انه ما كنا قاعدين فلان وفلان من كل واحد من طائفة فجأة قمنا قبرنا بعضنا، لا، اللي صار تراكم تاريخي، صار اخطاء سياسية، صار اخطاء اجتماعية، صار ادت لانفجار وضع معين. وانا ما بآمن بتوصيف حرب اهلية، هذا موضوع تاني. بس نرجع لاصل الفكرة، نحن ما كان عنا 10 15 20 سنه من العبوديه تجاه السود تضطروا يعملوا معنا حروب ترجع نعطيناهم حقوقهم. عنا اخطاء بمعامله المراه، مزبوط، عنا اخطاء بمعامله العمال الاجانب، تمييز، بس هول اخطاء فرديه، منا مؤوننه، ما في قانون بيقول اذا المرأة ليست مثل الرجل في لبنان بحقوقها. قانوناً ومؤسسات. خلينا نحكي مثلاً بموضوع يعني الزواج، موضوع المرأة والرجل. هل يقبل اللبناني زواج من فلسطينية أو سورية أو أثيوبية أو أثيوبية؟ هل يقبل اللبناني؟ رجعنا عن عمي. في ناس بيقبلوا، في ناس أهله ما بيخلوه. هل يقبل اللبناني؟ الأغلبية يتجوز؟ هل يقبل؟ في لبناني ما بيقبل يتجوز من حدا ما مع مصاري تتعايشه. في العكس صحيح. خلينا موضوع الطبقيه، هذا انحدار اخلاقي، هذا مش عنصريه. انا بعتقد عم بيصير تعميم لكل مظاهر عم نحطها بالعالم العنصريه. خلينا نشوف يعني التميز تحت الاساس الحلقه عم نعتبرها اقل منا، صح؟ كل شيء عم بيصير جواتي وجواتك، شو المشكله؟ لا شو المشكله؟ خلينا نسمع بيجي لو سمحتوا، خلينا نسمع حتى ما نسقط بقضيه التعميم كلنا على الطاوله. خلينا نرجع نستذكر الأحداث اللي صارت ب 9/11 يلي بلشت من أمريكا، وقديش من 14 سنة لليوم في جهد إذا بدنا نقول بالعالم العربي أو العالم الإسلامي لفصل الإرهاب عن الدين الإسلامي. ومن بعد هذيك الأحداث خلقت شيء اسمه إسلاموفوبيا بأوروبا. طيب العرب قديش صار لهم عم بيحاربوا لا يدافعوا عن فصل الإرهاب عن الإسلام. بس أنا عم بعطي مثل، إجت أحداث الروهينجا، جماعة الروهينجا والتهجير، نشوف السوشيال ميديا والتعميم اللي صاير على البوذيين إنه البوذيين كفار عم بيحاربوا الإسلام. طب ها هيدا التعميم خلق عنصرية، هيخلق
بمناطق معينة أزمات أكبر. فمشان هيك كتير مهم إنه نجزئ المشكلة، والأهم من هيك إنه ندل على المسؤولين مين هن. يعني بحالتنا نحن كلنا متفقين على موضوع واحد، السياسة، النظام السياسي اللبناني. مين النظام السياسي اللبناني؟ من 40 سنة لليوم نحن علقانين مع مجموعة سياسية واحدة بتحط القوانين، بتزرع رجال الدين، وبنعرف رجال الدين قديش لهم أهمية بإدارة شؤون نفوس الناس، وقديش قادرين يغزوا. يعني إذا بدهم يحل للموضوع يبلشوا هون حل الموضوع. أما بقصة القوانين، نحن بحاجة لشيء أبعد من القوانين بلبنان، بحاجة لأخلاقيات. مش هيك أنا بقول لك أنا بتفق معك إنه منتفق بكثير محلات، لأنه القوانين هي أساسها أخلاقيات. أهم من القوانين هي الأخلاقيات اللي نحن عم نحاول نقولها. دكتور تفضل. أنا كثير بدي أقول إنه الإحساس بالعدم المساواة اللي عم تحكي عنه ديالا مش شرط لأنا روح أتقوقع وحس إنه أنا لازم انتمي لفئة معينة لحتى أقدر أحمي حالي. والدليل إنه لبنان رغم كل الحروب بعده عم بفتش على هوية جديدة، وبعده عم تتغير هويتنا. فما الكل إذا يوم بالدم، ما الكل رفضوا الأمر الواقع. هذا أول إحساس بحسسنا إنه مش بالعنصرية. هذا أولا. يعني هل ما زال اللبناني يبحث عن هويته؟ التعددية نحن بحاجة لها، وأنا هذا اللي عم أقوله. نحن لما منصير عم نوصف كل شيء أنه عنصري إذا حاول يفتش على الانتماء، نحن ضربنا التعددية. خلينا نفتش بحالات معينة، خلينا نطلع بحرب تموز، هل واجه اللبنانيين أي حالة من العنصرية تجاه بعض؟ لا. المعركة اللي قادها جيش اللبناني بعرسال، هل شفنا عنصرية؟ لا. ما في حالات قدرت جماعة اللبنانيين وخلتهم يكونوا يتفوقوا هون عن أي حالات من الانتماء. فإذا المشكلة هي مشكلة سياسية، كيف أنه هذا السياسي عم تتحول لمشخصنة، والشعب عم يقدر يلحق السياسيين بشكل أعمى. خلينا نشوف الخطاب الإعلامي التحريضي، ونطلع على مساء الشرف الإعلامي اللي أطلقوه بال2013، حط التزامات على كل المؤسسات الإعلامية تحديدا المادة 18 إنها تمنع أي مظهر عنصري يفصلوها. مين التزم؟ مين التزم؟ هل هيدا يعني انه نحن تحولنا؟ لا. مشان هيك مساحات السوشيال ميديا، وانا برجع بشدد على أهمية رفض التعميم والقول به، لانه اذا نحن عممنا ضربت كل تاريخك النضالي. اذا انا وصفت حالي انه انا ضربت كل تاريخ النضالي، صح لبنان بلد قائم على نظام انتخابي طائفي، ولكن مش الكل طائفي. نحن بنرجع على الحساسية من هيدا اليوم. لما حدا ياخذ 6 على 10 بيكون ناجح، 4.9 على 10 بيكون ساقط. اللي بياخد باختبار أو بمعايير العنصرية بالدراسات الدولية اللي كلنا منجي نستعملها بأبحاثنا وبدراساتنا وبنقاشاتنا وبحواراتنا، لما منجي ناخد تقارير Human Rights Watch والهاي كوميشن فور هيومن رايتس مفوضية سامية لشؤون كشفت عن حجم انتهاكات بحق الأطفال السوريين المتحدة، هاي المنظمة عرفت كيف. ولما بنيجي بناخذ معاييرهم دائما بنيهم توصل على موضوع العنصرية. لا، كيف بتقولوا؟ بس لحظة عم تحاولي تخلقي مشكلة، مش عم تحكي بهالمنطق. وأنا بكل بساطة عم أقول، عم بيقولوا لبنان فيما يتعلق بالعنصرية سقط بالامتحان، طلع عليه علامة إنه عنصري. نحن زعلانين كيف بيقولوا عنا عنصري. مش كل اللبناني عنصري، أكيد مش كل اللبناني عنصريين، أكيد هاللي سقط بهالامتحان مش سقط بكل شيء بحياته، ولكن بدنا نعترف إنه نحن ساقطين بامتحان العنصري. بدنا نلاقي حل نحن بلد مش بدنا عنصري. نتهم بعضنا. مش عم نتهم، نحن عم نقول ولا حتى بلدنا. اللي بده يقيمنا وبده يتهمنا كشعب. مين السبب؟ نحن عم نسأل هون على الطاولة. يعني أنا برأيي ما نعترض على كلمة إنه هيدي الإحصاءات اللي طلعت عنا عنصري. نحن نقول لأنه كلنا متفقين إنه نحن هون غالبا على الأغلب نحن اللي كلنا على الطاولة مش عنصريين. بس نحن لازم بدل ما نناقش ما بيصير نقول عنصريين، نناقش شو فينا نعمل حتى ننجح المرة الجاية بالامتحان الجاي، حتى يصير الجيل القادم أفضل. طيب خلينا نسمع دكتور، لأنه ما سمعنا صراحة. أنا صار في كتير قصص لازم مرقها بهيك سريعا، رح أقطع. لما بنحكي عن نسب الحريات، بلا لبنان عم ينسف الحريات يوميا ويختصب حريات الآخرين يوميا. ولما بنحكي عن لبنان طبعا ما عم نحكي عنه بالعمومية، ولكن نحن كأطباء بدنا نعالج المشكلة، بدنا نشخص الداء. ما فينا نعالج مشكلة وبلا ما نذكر اسمه ونقول هيداك المرض. لا، هيداك المرض هو سرطان، وبدنا نقول انه هيدا سرطان. وانا بدي اجي معكم انه هيدول الاحصاءات كلها كاذبة واستعمارية. لا، واللي بدكم انا بس انا
أنا حأفترض هيك يا أخي، أنا حأفترض إنه هيدا الإحصاءات مسيسة وهدف تدمير الحضارة اللبنانية. أنا بدي لك اللي عم شوفه كل يوم لما واحد قدامي على الطريق عم بيسوق وعم بيسب واحد تاني لأنه هيداك التاني من الجنسية التانية، هاي ما في إحصاءات، هاي شفتها قدام عيوني أنا شاهد عيان. طب إنه شي منيح؟ طب إذا بسب من مكان يعني عنصري، إذا أولا عم نحكي يا سيدي مشكلة أخلاقية يعني أولا تربوية اولا اذا بتريد اسمح لي كفي الفكره كثير مهمه نحكي اذا عم نحكي عن اخلاقيات يعني عم نحكي عن تربيه، واذا عم نحكي عن تربيه يعني نحكي عن جذور يعني عم نحكي من كيف عم نربي الاولاد تبعولنا، مش عم نحكي عن كبر ونظام سياسي فقط، عم نحكي عن اسره عم بتربي بهالطريقه. لما انا اليوم عم بعطي امثال ولد بيحكي خادمته بطريقه بشعه كثير لانه هاي كلكم بتشوفوها بالمطاعم لأن هي جايه من لون اخر تخدمه وما بيعطيها حريتها، ليش؟ لان شايف بيه وزربها بالاوضه وامه مقشفتها الباسبور وممنوع عليها التلفزيون، ممنوع عليها الحياه الجنسيه الطبيعيه، ممنوع عليها كثير اشياء. نحن اذا بنعترف بحقوق الانسان وماضيين لحقوق الانسان كدوله لبنانيه اقلهم لازم نعامل هيدول بهالطريقه، هيدول العالم يلي هن جايين من مجتمعات بحاجه اكثر منا بعد للتوعيه على العنصريه. فإذا نحن نتباهى بأنه الشعب فعلاً مش عنصري نعطي المثل الأفضل. هيدي نقطة يعني معلش هولي تراكموا خلال كل الحلقة ما فيني ما أقطعهم. بعدين بنحكي عن أنه نحن عم نفتش على خصوصيتنا. يا أصدقائي وزملائي الكرام، ليش ما بنفتش على خصوصيتنا باللغة العربية اللي ما بنحكيها؟ ليه ما بنفتش عليها لما بنحكي لغات أجنبية؟ لا أنا مش خصوصيتنا، نحن لغتنا اللبنانية. لا هذا تبيير. نحن اليوم ولاد 2017 ما فينا ننكر محيطنا العربي. اللغة العربية أدخلت علينا. خلينا ما نحكي طعامتنا لغتنا. طب خلينا هلا بترجع بتحكي بس ما نحكي سوا لنفهم بعض. ما نحكي سوا بس ما نقول شيء أنا مش قايله. أنا يعني بس نقول عن فتش أنا عم بعطي رأيي. لا بس لحظة شوي دكتورة. بالنسبة لما أنا هل رجعت هي النقطة هي اللي قلت لك استوقفتني بالموضوع إنه بالنسبة للانتماء يعني كنا متفقين، إذا أنت مش متفق ما بعرف إنه نحن عرب. نحن هلا نحكي عربي؟ نحن يعني حتى ستراكشر الستراكشر تبع جمالنا مش عربية. وهذا لهجة يعني لهجة بس اللهجة اللبنانية إنك تلحق العونة باللغة وهيك يعني مش يعني داخل أنا بدي أسأل سؤال. العروبة أمتين فاتت على اللبنان؟ ما بدنا نفوت على أي سنة؟ 100 200 من 50 سنة يعني فرنسي ولا أوروبي؟ يا سيدتي بأوروبا بيحكوا لاتيني ولا فرنسي وإسباني وألماني؟ ما كلهم جذور لاتينية ولكن كل بلد عنده صحيح. لغته ما فيك تجي تقول أنا ما بحكي أوروبا اليوم. ليش عم ننقي الديت يلي بدنا إياها؟ ما عم ننقي عم بيجي تدوي على فكرة خصوصية اللبناني يفتش عليها بهويته بثقافته يفتش عليها بمحاربته للعنصرية يلي هي يا خي الدخول الكسدور البدك أي سنة فاتت العروبة علينا؟ مع الحملات الإسلامية يلي هي أي سنة؟ لا هو جوهر بدك تقولي لي أنه مش تراجع اللغة العربية بلبنان سياسة عنصرية موجود بهالعربية انا بالعكس بحترم رايه لانه عم بحكي بطريقه كثير شفافه يعني في كثير ناس بفكروا بهالطريقه وما بيعبروا عنها. انا عم بقول تاريخ اللبناني اكبر من اي توصيف، ما مننقى السنة اللي بدنا إياها ونخلص بالسنة. تاريخ اللبناني من أمتى أنشع لبنان؟ من آلاف السنين؟ لا شو آلاف السنين؟ من آلاف؟ كدولة لبنان، دولة لبنان الكبير دولة لبنان. طب ما كان دويلات أيام الفينيقية؟ ما كنا دولة، ما كان في دويلات. سايكس بيكو إجا وقسم الدول. جبل لبنان قبل كنا بس سايكس بيكو ما خلق لبنان. كم سنة؟ إيه ولكن لبنان موجود. ليش عم ترجع على خلينا من مرحلة الاستقلال. كان الشعوب يا أخي خلينا نحن أنا بحكر برأيك على فكرة لأنه هيدا الهين بطريقة شفافة مشان هيك مستهين من أصمت رح ما بدنا خلينا بس أنا خليني حتى وراي الانتماء عاطفة خلينا ننتمي للي بدنا إياه انتمائيا أنا عربي مثلي مثلكم بس هوية ما تفوتوها بالسياسة نحن نجري بأكثر إذا بين العربي واللبناني ما بيأثر معي بس خليها انتماء العروبة انتماء اللبنانية هوية ما في فرق كبير بيناتهم واحد علمي واحد عاطفي انت عم تحكي عن بس عربي. هذا مش موضوع الحلقه خليني ارجع للعنصريه بس ترجع هيدي ثاني مره بيجينا الحكي بحكي عن الهويه مش عن العنصريه بس دكتوره ما خلصي بدك تصحي بس انطلاقا من لبنانيتنا وعروبيتنا بحكم وظيفتي البائسه كانت ب بلدان متعددة عربية وأفريقية بخطط الاستجابة للأزمات الإنسانية وتدفق اللاجئين إلى ما يعرف بدول الجوار حيث يطلبوا أو يجدوا شيء من الأمان.
هي من العراق الى السودان الى تشاد الى سوريا الى كثير من البلدان الى اوروبا ودول اخرى. انا حقيقه كلبناني اتكلم كلبناني كمواطن لبناني ابا عن جد، يمكن بيطلع جدي فينيق الكبير ما بعرف مين بالضبط، بس انا كثير لبناني. انا لم اجد شعب يمارس العنصريه اللي بيمارسها نحن، وبالتالي نمارس هذه العنصريه لاسباب موضوعيه وليس لاسباب يوجد لدينا أزمة بهويتنا الوطنية، لأنه هذا البلد بمقدمة الدستور نقول عنه بلد نهائي كما ذكرت الدكتورة، لأنه حتى من أنه هو نهائي كبلدنا غير متأكدين. عمنه نحن الشعب ينتج رجال ونساء يسعوا إلى الرزق خارج حدود هذا البلد، لأنه نتنافس عن الموارد. نحن بلد يمارس العنصرية، علينا أن نبحث، علينا أن نبحث عن أسس معارضة تماما. نستطيع أن نتكلم عن أنا شفت عنصرية، في آفات بالمجتمع اللبناني، هذا كل آفات فردية عنصرية تحدث، وبالتالي يوجد عنصرية في الخليج العربي، يوجد عنصرية في تركيا، يوجد عنصرية في أوروبا، يوجد عنصرية في أمريكا، ولكن هي ضمن أطر مؤسسات تحتكر القوانين وأعراض يتم معالجتها. نحن تحولت إلى ستاتو كو، تحولت إلى ممارسة، هذا اللي عم بقول، تحولت إلى ممارسة بلا المؤسسات. عندك خلينا نسمع. أنا بدي أقول لكم شغلة صغيرة، ردات الفعل تبع الإنسان الفردية هي اللي بتكشف خلفيته التربوية وانتماءاته ومرجعياته الأخلاقية، أوكي؟ سلوكك هو بيدل على أخلاقياتك، فخلينا نحن نشوف السلوكيات. ردات الفعل اللي عم بتكون عنا أنه لا مش عربي ولا فينيقي ولا كنعاني، ما هي دول بحد ذاتهم عنصريين. نحن بدنا نقبل يا جماعة، نحن مثل كل شعوب العالم، من عن غير شعوب العالم. أمريكا تكونت من المكسيكي ومن الهندي ومن الأفريقاني، أمريكا تكونت هيك، أوروبا اليوم متكونة من كل هيدول البلدان، فنحن اليوم اللبنانية متكونين من كل هيدول العالم، ويمكن كمان نتكون من كتير عالم بعد رح يجوا على أرضنا. مش معناتها أنه لا إذا إجا السوري يعني نحن بطلنا بفوقية مطلقة اللبناني، أنه نحن لا بطلنا نتطعم من السوري، ما نحن في كتير منا مجوزين سوريين من أجدادنا. كذلك الأمر مختلفت، لأنه لما سألت إلي هل يقبل اللبناني بالزواج من فلسطينية أو سورية، حالياً الوضع مختلف. ما مش هيك عم بقلك، الأمور تربوية واجتماعية منا بالفطرة، يعني نحن ثقافة واحدة، حتى ولو رفضنا هالثقافة، حتى لو ناس بيقولوا لك أنا عربوفون وأنا أغلوفون واليوم أنا فرانكوفون، اللبناني متعدد الهويات لأنه عنده هالانتماءات وهالمرجعيات كلها سوا. وإذا بدنا نحكي عن خصوصية اللبناني، أنا بميزة بهاي الشغلة لأنه هو قادر يتأقلم مع كل هال، بس أنا خليني أرد عليك، بس هذه كمان بدي عليك بس أقول شغلة، إن السياسة بالضبط اقصى على اللبناني، السياسي اليوم اقصى على اللبناني نفسه من انه عم نحكي عن اي لاجئ اخر موجود بلبنان. نحن نفسنا عم نعاني من ازمه غياب حقوقنا وعدم الالتزام بواجباتنا والى اخره، فما فيني اقول انه هذه عنصريه فقط تجاه اللاجئ اللي موجود. هيدا اللي انا عم بحكي، ما نحن عم نقول بالعكس انه اليوم العنصريه عم تبين نتيجه الظرف اللي نحن فيه تماما. ولكن سابقا نحن كنا جدا منفتحين وما زلنا منفتحين، هيدا اللي عم نقوله. ولكن اليوم ما في شك انه في اجواء مشحونه، اذا بدك سياسيه واجتماعيه وعالميه، مش بس لبنانيه، اقليميه وعالميه، عم بتخلي اللبناني يروح بهذا الاتجاه اكثر فاكثر. لذلك علينا ان نعالج هذا الموضوع بحلقه مثل حلقه اليوم، انتم مشكورين عليها لانه فعلا فيها من التوعيه الكثير والكثير، مش بس للبنان، لكل الشعوب طبعاً العربيه اللي اليوم عم تلنا فيها كمان مشاهد لهذه العنصريه. تفضل دكتور. اللي كان بدي اقوله انه في شغلتين، انه اذا يعني خصوصيه المجتمع اللبناني هالتنوع اللي فيه، في مظاهر عنصريه وما بنكرها، يعني انا هون مش اخذي طرف، ما بننكره، فينا نحكي عنها ليه، وفي مظاهر من قبول الآخر، يعني التنوع اللي موجود بلبنان بيجعل لبنان المسلم معود إنه يكون في حدا مسيحي ببيئته، بوقت إنه يمكن إذا التقينا مع حدا عربي تاني بيئته ما فيها التنوع يتفاجأ ويشعر إنه هذا الآخر مختلف عنه. هلأ هاي من ناحية، من ناحية تانية أنا يعني العنصرية لما بلاقي إنه اللبناني يرفض أن يوصف بالعنصري، هيدا دليل إنه يشعر بأنها شتيمة، وبالتالي
بعده يوصفها بأنه شيء سيء، وبالتالي هيدا وجه من أوجه اللاعنصرية. هلا اللي بدي أقوله أنه في مظاهر من العنصرية، مزبوط في مظاهر، بس قد نسبتها؟ هل كل الشعب هل حتى نصف الشعب اللبناني يمارس مع العاملة الأجنبية لديه في المنزل بأسلوب عنيف؟ ما بعرف، ما في إحصاءات. هلا في مظاهر إيه، بس هل كل المنازل تتعامل؟ أنا بعرف كل المحيط اللي عند اللي منعرفون بيتعاملوا مع العاملة اللي عندهم مثل بنتهم. معناته ما شفت، معناته النظام والقوانين، وهيدا اللي قلنا انه المنظومه. هلا ليش هيدا اللي عم قلنا. ليش اللبناني مثلا في عنده شعور بالفوقيه احيانا؟ اكيد في هيدي الظواهر، في حسب البيئات بلبنان، في بيئات النخبويه بتعتبر نفسها اهم حتى تجاه اللبناني المناطقية كذا. قلنا هيدي في موروثات ثقافية، وفي الباك وفي الباشا وفي ابن الشيخ وفي ابن الأمير وفي ابن المدري شو، اللي هي بعدها متوارثة ثقافيا واجتماعيا. كل أزمات العالم وكل مشاكل العالم وكل القتل وكل مبني على مصالح، أساسه مصلحة أو أساسه الأنا، إذا كان على صعيد العالي ولا على صعيد الشخصي هو الأنا. ما في شك، ما في أي شك إنه عندنا مشكلة الأنا بالبلد كتير كبيرة، ولكن الأهم من كل هالشي وقت نوجه إصبع الاتهام نوجهه على الأشخاص المسؤولين. وحأرجع عيد لأنه بلشت إنه أنا ما بدي أضحك فكرة العنصرية من لبنان، اسمحي لي كمل بس إنه وين كنا؟ إنه المسؤولين، بس خليني وصل. المسؤولين هون بنحكي عن مؤسسة ولا المسؤولين ولا كذا، حأرجع عيد 40 سنة محكومين من نفس الطبقة السياسية اللي بينتخبها، اللي بينتخبوها 30% من الشعب اللبناني. والباقي انطرقنا لقلق. دكتور بسرعة لو سمحت، أنا بدي أرجع وشدد وأقول العنصرية هي حالة فردية ليست حالة معممة. ما نحتاج لقلو مش إنه نفكر نحن ماذا نصدر، كيف نبقي هذه الشباب إذا ما دخلنا ثقافة المواطنة كشرط أساسي؟ إذا ما كانت ثقافة حقوق الإنسان موجودة بالبيت وبالعائلة وبالجامعة، مش ممكن نقدر نخرج من هيدي الحياة. نحن طمن هيدي ثقافة عدم التربية الصحيحة الحقوقية اللي نشأت في مدرستنا وفي جامعاتنا بحالة فردية. شكرا جزيلا لكم دكتور عزة سليمان أستاذة جامعية، شكرا لك على هذه المشاركة معنا. كما أشكر دكتور ماري أونج نهرة معالجة نفسية وأستاذة جامعية. الشكر أيضا لوسام طريف مدير تنفيذي في مؤسسة إنسان، ديالة شحادي المحامية والناشطة الحقوقية. أيضا الشكر موصول لبيجي تيماني الصحفي والناشط السياسي، دكتور خلود الخطيب أستاذة جامعية وناشطة حقوقية، وإلي حاوي الناشط السياسي. شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة معنا في حلقة هذا الأسبوع من جدل. إلى هنا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي تناولنا فيها موضوع العنصرية في لبنان. بإمكانكم إبداء آرائكم وأيضا مقترحاتكم على عنوان البريد الإلكتروني أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر الظاهرة أمامكم على الشاشة. إلى اللقاء.